بابا بالمدرسة تبعيتي استاذ عندي هو بالرياضة تمام. مدرستي في الدوام؟ مدرستي في الدوام وشو اسمه والبابا كان مدرسته، وحتى لما كان هو يروح ما يبعثنا لانه خاف علينا، وهو يروح مشان اذا صار وصلنا بده يدور علينا. قلنا شو انه هلا انا ما بدي اروح لانه عم يعطونا دروس في صور بشر، كل صور بشر انا شقيته حتى الجلاء. كان منه طالع من الباب الدار ولا كان عم يستناه هذا الجيش الشبيحة تبعتهم، ولا اول صوت طلع منه الدم لك. ابو سمي كان واقف؟ كان واقف على باب الدار. طيب انت شو بتقولي له للجيش اللي قتل ابوك؟ الله لا يوفقكم. انا رسمته الجيش المنشق والجيش الاسدي، الجيش المنشق ضد الجيش الاسدي، وهذا ابي وهذا علم سوريا. هذا بابا؟ ايه. شو بقول بابا؟ ما استشهد. ايوه مين قتل ومين؟ كيف استشهد؟ كيف استشهد؟ قتلته هو نازل عن بيت جده، جاتلو الجيش. اي جيش؟ الجيش الاسدي. اول الجيش الحر شو بيعمل هون؟ شو عم يعمل هون؟ عم يدافع عن البابا. انت بدك الجيش الحر يدافع عنه؟ ايه. شبيحة الأسد تطلع شو اسمه تطلع رصاص على البابا. أبوك استشهد؟ إيه. مين ضرب عليه؟ جيش الأسد. جيش الأسد. شو رسمتي كمان؟ رسمت إنه البابا هو 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 شهيد، هو حاطينه بالكفن، و إنه هو في دار الوطن. وهذا عمي. طيب وشو هذا هون؟ هذا الورد. الورد اللي حطيته له اياه. وهذا ورد كمان. هذا نشوف احكي لنا. هذا واقف الزلمه على هيك الطرق هيك حاجز. هاي دبابي عم تقوس، وهذا هذول عم يقوسوا على ابي لما طلعت، وهذا واقف حرس. هون ابوك وين طالع؟ كان طالع بجد. طالع من باب الدار؟ ايه. قام ابو سلاي مين؟ ايه. هدول الجيش. الجيش ابو سلاي. ابو سلاي شو عامل ابوك طيب لحتى ابو سلاي؟ ما عامل شيء، كان رايح عند جده. ايه. هو طالع من باب ابو سلاي؟ ايه. طيب شو بتقول للجيش؟ الله يعينكم.